هو احنا مش اتفقنا ان الدور دور بناءنا لمصر ده دور مشترك بيني وبينكم وبين اجهزة الدولة المختلفة؟ يعني القضاء مش ليه دور؟ دور في ضبط باجراءات قضائية سريعة عشان الناس تشعر؟ ده مش دور؟ انا ماليش دعوة، مش هعلق عليه. الاعلام مش ليه دور في الحفاظ على الروح المعنوية ورسالة وعي حقيقية في حرب احنا بنخوضها دلوقتي؟ اجهزة الدولة كلها بجانب المصريين في المواجهة اللي احنا موجودين فيها ديت، خلي بالكم ان شاء الله ان شاء الله مش في الارهاب، في بناء مصر الحديثة ان شاء الله. بيكوا يا مصريين ان شاء الله مصر هتكبر رغم كل اللي بتعمل، رغم حقد الحاقدين وكيد الماكرين، مش هيقدروا. ليه؟ بس عشان المصريين ارادتهم قوية وهم ان شاء الله على الحق. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر. يعني بقالنا شوية ما كناش على الهوا معاكم لأن اللقاء كان مسجل، فسريعا كده هقول لحضراتكم بعض الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بكرة بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية عشان يناقش تداعيات الأحداث الأخيرة في سيناء. محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قال إنه تلقى الدعوة لحضور اللقاء، وقال اللقاء هيستعرض فيه الرئيس حقيقة الأوضاع في سيناء كما هي على أرض الواقع، ويتطرق إلى مناقشة الإجراءات التي سوف تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب والعناصر التكفيرية ودور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. لازم فعلا يكون في دور للجميع، دور ليس فقط على الدولة ولكن كلنا، وإحنا في الحالة دي وفي المرحلة دي علينا دور مهم جدا نلعبه. داعش ذبحت الرهينة اليابانية الثانية وتهدد طوكيو بعمليات إرهابية. ذبحوا كينجي جوتو النهاردة بعد ما طلبوا الحكومة اليابانية والأردنية أنهم يفرجوا عن المعتقلة التابعة للتنظيم في السجون الأردنية سجدة الرشاوي. والتنظيم نشر على الإنترنت فيديو للرهينة الياباني بيرتدي زي الإعدام والقيادي الداعشي جون المعروف باسم دباح داعش قطع رقبته بعد ما هدد دولة اليابان بعمليات إرهابية. أما آن للعالم أن يستمع إلى صوت العقل في التعامل مع الإرهاب. مصدر عسكري قال الهجوم اللي حصل على مجموعة من الأكمنة الأمنية في رفح والشيخ زويد اللي كلمنا عنه في بداية الحلقة النهاردة أسفر عن قتل 3 من العناصر الإرهابية وإصابة 2، ولم يسفر الحمد لله عن أي إصابات بين أفراد وقوات الجيش. والمصدر قال الهجوم كان من خلال الأسلحة الخفيفة ولم يكن من خلال قذائف الهاون زي ما بعض وسائل الإعلام قالت. خبر تاني، مصدر قضائي قال في تصريحات خاصة لنا هنا في القاهرة 360 إن نيابة قصر النيل قررت أنها تحجز القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مش هنقول اسمه، اللي هو كان موجود مع شيماء الصباغ على بعد مسافة صغيرة جدا، احتجزوه لغاية بكرة الصبح لورود تحريات المباحث حول واقعة مقتل شيماء الصباغ. برحب بضيفي الكريمين سعادة السفير محمد المنيسي مساعد وزير الخارجية وسفير مصر الأسبق بقطر، أهلا بحضرتك يا فندم. وبرحب بالدكتور معتز سلامة رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا إحنا هنتكلم المفروض عما يحدث، يعني النهاردة الرئيس قال للإرهابيين إحنا عارفين مين اللي بيمولكم، يمكن نستشف حاجة في لقائي مع الضيوف الكرام، بس هستأذنكم اننا قبل ما نبدأ اللقاء وهستأذن قناة MBC ان الحقيقة كان في رسالة بعتها الفنان احمد حلمي وشفنا انها يعني تستحق ان الكل يشوفها في برنامج Arabs Got Talent
فبعد إذن الـ MBC MBC مصر إننا هنذيع هذه الرسالة نشوفها مع حضراتكم. الأول بشكر نجوى على حصصها الرقيق وعلى الكلمتين اللي قالتهم. وأنا الحقيقة ما كنتش حاجي النهاردة بسبب اللي بيحصل في بلدي، وكنت مقرر كده بعد ما جيت بيروت. أنا عايز أنعي كل الشعب المصري في كل الشهداء اللي صعدوا لربهم، سواء من المدنيين أو من العسكريين. عايز أقول إنه قد إيه صعب إنك أنت تسمع بكاء طفلة أبوها مات، قد إيه صعب ويهز بدنك ووجدانك إنك تسمع شهادة بيستشهدها طيار في طيارته وهي بتقع، قد إيه صعب إنك تشوف دموع الزوج على زوجته نزلت وهي شايلة ورد عشان تدافع عن الحرية. أنا مواطن مصري، أنا مواطن مصري مدني، كان ممكن أكون واحد منهم في يوم من الأيام. وفي يوم من الأيام لما كان حد بيقول لي اسمك إيه كنت بقول له أنا جندي مقاتل أحمد محمد حلمي وخدمت في الجيش المصري. وعرفت يعني إيه، وحسيت بمعنى كلمة إنه فعلا إحنا خير أجناد الأرض. وأنا لابس بدلة العسكرية وكنت ببص على جدران الكتيبة عندي ولاقي مكتوب عليها خير أجناد الأرض، حسيت بقيمة الكلام الجميل ده اللي مكتوب على الجدار. والحقيقة أنا فعلا ما كنتش جاي النهاردة لولا جاني مسج مكونة من 3 كلمات عمرها ما حصلت. جاني مسج من بنتي فجأة بتقول لي ربنا معاك يا بابا. أنا عايز أقول إن إحنا كتير جدا جدا ومش هنخلص. إحنا 100 مليون بني آدم، صعب قوي نخلص. إحنا عاملين زي الحفرة. إحنا عاملين زي الحفرة، كل ما هتاخدوا منها هتزيد. أنا بقول لأي حد عدو هذا البلد، إحنا عاملين زي الحفرة، كل ما هتاخدوا منها هتزيد وهندفنكوا فيها. أنا يا ريتني كنت واحد من اللي ماتوا. بس يا أحمد وين رسالتك؟ رسالتك البسملة لكل الناس، لأنه الناس لازم تضل تضحك. في ناس بتموت وفي ناس لازم تضحك عشان اللي بيموتوا لازم يكونوا هني عايشين. أنا جاي النهاردة عشان في ناس بتشوفنا كتير في مصر وفي الوطن العربي وجايز في العالم كله. أنا جاي عشان أقول إحنا كتير ومش هنموت. وأنا بعتذر. تحية للفنان أحمد حلمي على الكلام اللي خارج من القلب اللي بيعبر عن شعور معظم ما كانش كل المصريين، فيما عدا قلة ارتضت لنفسها أنها تكون السبب في حزن الشعب. مرة تانية برحب بسيادة السفير محمد المنيسي والدكتور معتز سلامة. سعادة السفير، يعني خلينا قبل ما نمسك في موضوعنا الرئيسي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، عايز أعرف بعض انطباعات حضرتك عن خطاب الرئيس النهاردة وعن الأحداث الجارية. شايفها حضرتك إزاي بصفتك دبلوماسي خدمت في معظم الأماكن في العالم وكان جزء منها أن حضرتك كنت في دولة قطر على وجه الخصوص؟ الحقيقة بتفق مع حضرتك أن خطاب السيادة الرئيس النهاردة مختلف عن كل خطاباته الأخرى، لأن هو الحقيقة السيادة الرئيس تعودنا على أن خطاباته مختصرة وفي المفيد. إنما النهاردة هو وجه 3 رسائل بالغة الأهمية. الحقيقة نمرة 1 إن هو إن سيادته عارف إن ما حدث بتدبير وتنسيق وتخطيط مع جهات خارجية، وهذه الجهات معروفة، وإن مصر لن تترك هذه الجهات. ده أنا الحقيقة ده يمكن أكتر شيء، لأن يمكن خليني أقول لحضرتك أنا بعد الحادث البشع اللي حصل في العريش في سيناء، حضرتك قلت أنا لو رئيس تحرير صحيفة هحط المنشيت بتاعي بكرة حماس تعلن الحرب على مصر.
حماس تعلن الحرب على مصر. بالظبط. ليه؟ لا اتصور اطلاقا ان اي منظمه من المنظمات اللي بتدعي ان هي بتعمل وبتنسب لنفسها بعض الاعمال عشان التمويل الخارجي بتاعها يزيد قادره على ان هي تعمل ما حدث في يوم الخميس بالليل لوحدها. فلا بد ان تكون هذه المنظمات تحركت بشكل تلقت دعم خارجي بشكل لا وتلقت مش بس كده كمان حضرتك دعم وتنسيق خارجي بحيث ان الاعمال دي كلها تتم في وقت واحد متزامن. طيب الدعم ده ممكن يجي منين؟ في نوعين من الدعم، دعم عسكري ودعم مادي. الدعم المادي انا طبعا ما عنديش شك انه من قطر. من قطر. وانا عندي اسبابي اللي هتخليني اتكلم فيها عندما نتحدث عن الاوضاع في قطر وليه هم بيعملوا كده مع مصر. انما في نفس الوقت الدعم العسكري لابد ان يكون من جهات عندها تدريب طويل وجيد في الشؤون دي. استخدام الهاون وانا ادعي ان عندي خبره في هذا الموضوع سابقه مش سهل لان الهاون هو مدفع بسيط انما المشكله في حسابات الكيرف سقوط القذيفه القذيفه هتسقط فين ودي محتاجه الى عقليه عسكريه جيده مدربه من شكلين. وانا اتصور ان الظهير العسكري لهذه الجماعات من خارج صحراء سيناء هو موجود في قطاع غزة. كتائب عز الدين القسام. وسعدت النهارده ان احدى المحاكم الامور المستعجله حكمت باعتبارها جماعه ارهابيه. فعشان كده انا الحقيقه اول خاطر في ذهني قلت احنا لو فعلا رئيس تحرير صحيفه مصريه اطلع بكره الصبح حط الجورنال بتاعها هيطلع بكره بمانشيت حماس تعلن الحرب على مصر بعد هذه العمليه. يبقى مانشيت سياده السفير محمد المنيسي حماس تعلن الحرب على مصر. دكتور معتز سلامه برضو عايز اعرف انت معاد حضرتك سواء عن خطاب السيد الرئيس او عن الاحداث بشكل عام اللي جرت في خلال 72 ساعه. والله في البدايه يعني نفسي اقول للفنان الجميل يعني احمد حلمي كلنا متاثرين مثلك، كلنا يعني فعلا قد تجهش نفوسنا بالبكاء مثلك، لكن في هذه اللحظه مصر محتاجه لموقف قوي، مصر محتاجه للاحساس بالقوه، مش محتاجه اننا يعني نبكي او نتباكى. خلي بالك اللي بره مصر بيبقى احساسه اضعف من اللي جوه مصر، موافقني طبعا سيد سفير؟ طبعا بيبقى يعني ايه حاسس ان قلبه مخلوع على البلد. بالتاكيد قلوبنا تبكي. لكن يجب ان تكون يكون مواقفنا قويه ويكون ارادتنا اقوى. النقطه الحقيقيه اللي انا بجدها في خطاب الرئيس انه كان خطاب قوي جدا ككل خطاباته. لكن للامانه يعني كل ما بجد القياده السياسيه ترفع صوتها اكثر تشعر بالضجر اكثر انا مدرك الجانب النفسي لها. وعارف انها بتخاطب شعب. لكن يعني ارجو انه يظل الرئيس السيسي عند نفس قدراته القويه ومشاعره اللي بتبقى فعلا في هذه اللحظات قويه جدا وبتشعر المصريين بالقوه. الانفعال احيانا بشعر فيه بقدر من يعني بس النهارده يعني اللي انا لمسته من هذا الانفعال اللي موجود عند الرئيس هو انفعال يرسل رساله سواء الى العدو ويرسل رسالة إلى الشعب أن هذا الرجل بيقول أنا بيكم واقف وعشانكم أنا هكمل. وهو بيقول أشروا يا مصريين وأنا هنفذ اللي أنتوا عايزينه. أنا واحد من الناس قلت له بنقشر عايزين أحكام ناجزة. نعم هو دايما هو سيادة الرئيس احتفظ بهدوءه لفترة طويلة جدا وما زال محافظ على هذا. وحتى في أحد خطاباته كان قال أنه يعني الناس بتنتقدني أنا ليه ما بنفعلش. أنا أتمنى أنه يظل عند نفس موقف القوة غير المنفعلة في هذه الظروف. النقطة الأخرى والحديث عن ضبابية المعلومات يعني هذه مسألة منتقدة جدا. كيف أنا أعرف أن القوى الخارجية أيادي كثيرة في مصر منذ ما بعد الثورة وما قبل الثورة، لكن لابد أن أجد المعلومات القاطعة اللي هي حتى تجبر من يقدم هذا الدعم إلى أطراف داخلية أنه يعترف أنه هو يكون قاصر أمام نفسه وأمام مجتمعه وأمام شعبه وأمام المصريين. يعني
منذ ما قبل الثورة، ونحن نتحدث عن حماس، وأنا واثق أن لحماس دور كبير في الاضطرابات في مصر، لكن أريد أن أرى معلومات محددة، أريد أن أرى عناصر من حماس يتم القبض عليها ويتم تقديمها للمحاكم. أعرف أن دي نقطة قد تكون نقاط أمن قومي، أن المعلومات المتعلقة بالجيش هي نقاط أمن قومي، وأنا أعرف ذلك، لكن أنا عايز ضميري يرتاح كمواطن مصري أن المعلومات متوفرة. إذا اتكلمنا عن قطر بتقدم دعم، إذن قل لي قدمت قد إيه، وأنا هكون في هذه اللحظة ضميري مرتاح جدا حين تأخذ الحكومة المصرية قرارات قوية تجاه قطر. طيب، يبقى عايز أرجع للسؤال اللي حضرتك طرحته على نفسك، وهو سؤال الدعم المادي الذي تقدمه قطر، وقلت حضرتك أنا عارف وعارف ليه وإزاي، فبالتالي برجع لحضرتك السؤال. أولا يمكن يعني خليني أخد الدكتور معتز. من الدكتور معتز نقطة. طيب إحنا نعمل إيه مع حماس؟ أول حاجة اقتراحي إن مصر إجراءين، تعلن قفل معبر رفح تماما إلى أن تقوم حماس بتسليم مجموعة الحمسوية الذين هربوا من السجون المصرية مع الرئيس مرسي، أسف شيء مؤسف أن الراجل ده كان رئيس مصر الحقيقة، إن في 29 يناير 2011، لأن هذه المجموعة أيمن نوفل والمجموعة اللي معاه دي هم المسؤولون عن ما يحدث في سيناء، وفي الدعم اللي بتقدمه غزة أو حماس إلى أنا بقول هذا الكلام حضرتك، إحنا من جيل اتربى على القضية الفلسطينية. نعم. والقضية الفلسطينية كانت بالنسبة لنا مش قضية فلسطين أو دولة أخرى، دي كانت قضية مصر. قضية مصير. ومصر بالتحديد. نعم. حضرتك وما فيش بيت في مصر أدعي هذا لم يقدم مصاب أو شهيد في سبيل دعم القضية الفلسطينية. فشيء مؤسف طبعا ان احنا نصل لمرحله النهارده ان احنا بنتكلم على طب هل ان هل الخيانه بتاتي لمصر من لان في ناس بتسال يعني بتسال بيقول حضرتك بتقول هذا الكلام بدون ادله، اين هي الادله؟ الحقيقه يمكن جزء من اللي انا بقوله استنتاج شخصي، انما في جزء اخر معلومات. تمام. مبنية على ايه يعني؟ حتى نقول للمشاهدين احنا نقول كذا، ان حماس يعني شاركت في كذا فبدليل كذا، يعني دليلي زي ما انا قلت لحضرتك في البدايه ان طبيعه العمليه المره دي تمت ازاي. حضرتك المرات السابقه كلها كانت هجوم مباشر على كمين. لا، ما كان في قبل كده حضرتك عمليه التي تمت ضد القوات البحريه تدل على وجود برضو خبرات تعاملت بهذا الشكل. لا البحري. يعني نخلي العمليه دي على يعني لان حتى الان لم يصدر شيء من القوات البحريه المصريه تفاصيل عنها. لا قصدي يعني في حاجات بتدل على وجود اجهزه يعني اكثر تعقيدا من اللي موجوده حاليا. فعشان كده الحقيقه انا بقول ان لابد ان حماس تدرك زيها زي اي جهه اخرى ان فعلها في مصر لن يمر مرور بدون رد فعل قوي من مصر. بدايه انا مش عارف ليه لغايه دلوقتي احنا لا نطالب بتسليم مجموعه المجرمين اللي كانوا موجودين من حماس داخل. ما هو مين قال ان احنا ما طالبناش؟ ما يعني عادة لما بيتم التعامل ما بين حماس والسلطات المصرية يتم التعامل اعتقد من خلال المخابرات الحربية او المخابرات العامة ايهما انا مش متأكد لم يعني. لم يتسرب خبر بهذا المعنى لم يتسرب يعني خالص يمكن يكون وده شيء صعب في مصر الحقيقة. نعم. لان حتى ما يفرض عليه نطاق من السرية بيحدث بعض التسريبات ليه. فلابد ان احنا نبدا بهذا حضرتك. بالنسبه لقطر، قطر لابد ان تعلم بوضوح كامل ان دعم الارهاب هو عمليه. قول لي بقى حضرتك معلوماتك اللي من قطر. اول حضرتك بدايه انا كنت اول سفير لمصر لدى الشيخ حمد اللي هو والد الامير تميم بعد انقلابه على والده الشيخ خليفه في سنه 95. نعم. وسئلت وقتها طب هو الشيخ حمد قام بالانقلاب ليه على والده؟ قلت له معلوماتي ان
كان المحرك الرئيسي لهذا الانقلاب ثلاثة أشخاص. محمد بن جاسم بن جبر اللي كان وزير خارجية في ذاك الوقت ورئيس وزراء بعد كده، ورئيس وزراء بعد كده، وحاليا المفروض أنه هو لا يتولى منصب حكومي أو رسمي، ولكن أنا في تقديري أنه هو مازال هو اللاعب الرئيسي في رسم وتحريك السياسة الخارجية لقطر وداخليا كمان. نعم. هو مازال رجل قطر القوي. اثنين، الشيخ موسى. ليه؟ الأمير حمد تعرض لأزمة صحية شديدة جدا وعصيب بفشل كلوي وعمل عملية وفشلت، وبعدين في وقت سنة 92 في أثناء حرب الكويت والعراق فأصبح مهدد بالموت. فنجح حمد بن جاسم في إقناع الشيخ موزة بأن مفروض أن حمد الأمير حمد يجي يعني يتولى الحكم، وإلا لأنه لو حصل له حاجة يبقى كده ولاده، وهيبقى دي النقطة مش عارف يروح لمين. النقطة التالتة بقى حضرتك، إن شركات الغاز، شركات البترول العالمية إكسون وغيرها، كانت بتحاول تقنع الشيخ خليفة. عندهم أولا قطر عندها أكبر حقل غاز مفرط في العالم، هو حقل الشمال، وده حقل يمتد تحت قاع الخليج ويصل حتى المياه الإقليمية الإيرانية. وقطر نجح حددت عملت اتفاقية مع إيران بحيث تمام. طب ده أسباب الانقلاب. حصل بقى حضرتك على الجد. على الجد، للأسف المجموعة اللي جت لما الأمير حمد تولى كان زي أنا قلت المحرك الرئيسي لكل شيء في قطر هو حمد بن جاسم. حمد بن جاسم عنده مشاعر، له مشاعر شخصية سيئة جدا تجاه مصر، وأحيانا يبدي غير ذلك، ولكن الجميع وكل ما طبعا أنا تعاملت معاه في البداية وكان هناك في علاقات طيبة بين تربطني بينه، وبعد في نهاية المسألة لغاية أنا سبت قطر قبل ما استكمل مدتي وقلت إلى سنغافورة. طيب يعني برضو احنا عايزين عايزين أدلة التمويل. ما أنا أقول لحضرتك، فكان حديثي مع المقربين من حمد بن جاسم والقطريين، وهو في على فكرة هو الكثيرين يكرهوه تماما في قطر، أكدوا لي إن هو مشاعره تجاه مصر غير طيبة، وعنده مشكلة تانية. ويمكن أنا كنت لسه بقول الدكتور معتز، الدكتور معتز قبل ما ندخل على الهواء، إن الحلقة دي كانت محتاجة الدكتور أحمد عكاشة، لأن حقيقي هي مسألة نفسية غير مفهومة. يعني كل ده بيمولوا جماعة الإخوان ويمولوا جماعات إرهابية، وحتى بعد الإطاحة بمحمد بن جاسم وحمد بن خليفة والكل ده لم يطاح بيه حضرتك، ما زال حمد بن جاسم في الحكم، ما زال هو وهو مهندس ارتماء قطر في أحضان الأمريكان، وهو اللي دعا الأمريكان لإنشاء قاعدة العديد في قطر. وأنا سألته لأن كان عندي معلومات إن كانت القاعدة دي بتجهز لمشروع آخر في قطر، وبعدين بعد ما بدأت الشركة القطرية اللي كانت شركة المقاولات القطرية اللي بتشتغل أبلغوها بالتوقف عن العمل وصرفوا لهم مستحقاتهم، على الرغم أن قطر في ذاك الوقت كانت تعاني من أزمة مالية شديدة طاحنة، وصلت إلى مرحلة أن كانت قطر فرضت على البنوك التجارية ده قبل استخراج الغاز. أنا عايز أبعد بس عن التاريخ عشان الوقت مش هيسعفنا نسرد التاريخ. المهم يعني هو كان تحليله أن الخطر الرئيسي على قطر يأتي من السعودية، وأن الضامن الوحيد لأمن قطر وسلامة قطر تجاه أي تهديد يجي لها من السعودية الأمريكان، هم الأمريكان ثم البريطانيين مؤخرا، ولذلك سمح للأمريكان بإنشاء قاعدة، على الرغم من أن الأمير حمد في حديث الأمير حمد وهو كان الحاكم حاكم قطر في ذاك الوقت في حديث معايا أكد لي أنه هو شديد الناصرية وأنه معجب بعبد الناصر وأنه هو ضد فكرة، أنا ما سألته التمويل يا فندم، أدلة التمويل. بعد يمكن أنا مشيت من قطر قبل ظهور عائدات الغاز الهائلة اللي حصلت فيها تمام أخبر حضرتك، إنما في الفترة الأخيرة يمكن في سنة أنا مشيت 98 في سنة من 97 ل 98 الحقيقة كانت الأمور ماشية بشكل سيء جدا في العلاقات المصرية القطرية.
وكان حصلت محاولة انقلاب على الأمير حمد لإعادة الشيخ خليفة، واتهمت مصر بالناورة بأن هي وراء هذه المحاولة، وكان اللي بيقود عملية الدعم. وبعدين جينا في نوفمبر 97 اتعمل المؤتمر الاقتصادي في قطر وفشل فشل ذريع نتيجة عدم حضور الكثير من المشاهدين. بس حضر الدكتور عاطف عبيد ومجموعة من لا لا لم يحضر، لم يحضر يا فندم، لا 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 أنا اللي مثلت مصر في هذا المؤتمر. ما يبقى حضر اللي بعديه بقى. لا دكتور عاطف عبيد جه في زيارة مع المهندس محمد إبراهيم سليمان ومع تمام وزير الصناعة في سوريا. عايز أطلع فاصل، مش قادر أطلع فاصل من غير ما تديني الدليل. ما أنا أقول لحضرتك دلوقتي. فالحقيقة في ذاك الوقت حضرتك كان قطر عاملة مشكلة حتى مع في كانت بتقوي كل العناصر المتطرفة اللي خرجت من مصر. ويمكن أنا كان يعني الحمد لله نجحنا إن إحنا حطينا وضع يعني ترتيب معين مع الدليل يا سيد سفير عشان طلع فاصل. طيب مش هينفع اطلع فاصل غير ما اخد الدليل، ومش هينفع اتاخر على الفاصل. الدليل يا فندم ان هم شايفين ان هم دوله صغيره جدا ولكن عندهم اموال طائله طائله بمعنى الكلمه حضرتك، فعايزين يتوسعوا ويبقوا كبار، عايزين يبقى لهم صوت ويبقى لهم مكانه ويبقى لهم. ازاي حضرتك ان هم يشتروا في حتت مش عارف ايه ويعملوا فين ويصغروا الكبار نعم، ومصر هي الكبيره. طيب هروح لفاصل وهرجع هعرف راي الدكتور معتز فيما قدم سيد سفير، وايضا ننظر على الوضع الحالي بالنسبه لما كان يسمى بالمصالحه. هل ما كان يسمى بالمصالحه ولم يعد مصالحه وبقى حاجه تانية؟ هنعرف بعد الفاصل. أنا كنت عارف كويس قوي إن ده اللي هيحصل، وإنتوا متهيألي كمان كنتوا عارفين إن إحنا هنقابل موجة إرهاب كبيرة قوي، لأن إحنا جينا على تنظيم في أقوى حالاته، تنظيم بقاله سنين طويلة جدا مستقر بيخطط جاهز نافذ ناجح في العالم، في دول بتقاد النهاردة بقيادات من هذا التنظيم. تفتكروا الدول ديت هتبقى بتعمل ايه؟ هتسيبنا في حالنا؟ شوفوا المواجهة دي مواجهة صعبة وقوية وشريرة، وهتاخد وقت طويل، هتاخد وقت طويل، واللي بيدفع ثمن الوقت ده كل المصريين، لأن أولاد الجيش هم أولادكم، أولاد الشرطة هم أولادكم، أولاد مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بسعادة السفير محمد المنيسي والدكتور معتز سلامة. دكتور معتز، يعني يمكن كان سعادة السفير قبل الفاصل بيحكي لنا عما يعني قام بتحليله لموقف قطر، واحنا الناس استبشرت شويه خير في الفتره الاخيره بعد دعوه الملك عبد الله رحمه الله للمصالحه بين مصر وقطر، وقالوا يمكن، وناس تانية كتير تشككت قالت لك لما تعملوا ايه مش هيحصل. تاريخيا من معلومات حضرتك وواقعيا فيما هو موجود النهارده من احتمال يكون في بعض التحول، وخصوصا بعد رحيل الملك عبد الله، لان فجاه الجزيره رجعت تشد حيلها تاني على مصر، بما يعني ان قطر اصبحت قاب قوسين او ادنى ان تنقض هذا الاتفاق المبدئي مع مصر، رايك ايه؟ والله يعني في البدايه يعني اسمن كثيرا يعني ما قاله سعاده السفير العظيم حقيقي. النقطه اللي انا شايفها فيما يتعلق بقطر وتوجهها للمصالحه، بالتاكيد وجود الملك عبد الله بن عبد العزيز كان عامل ضغط جبار على قطر وعلى القيادة القطرية إنها تتجه إلى مصالحة حقيقية مع مصر ومع دول الخليج. والمؤكد أيضا إن رحيل الملك عبد الله يعني بمعنى أصح أعاد إلى القيادة القطرية أحلامها السابقة بأنها تستمر في مناطحة مصر، تستمر في القيام بدورها وبمشروعها المناهض للمنطقة العربية. يعني حضرتك شايف إن الملك عبد الله رحمه الله كان هو اللي واقف ضد قطر وليس المملكة العربية السعودية؟
هو موقف الموقف النبيل للملك عبد الله باعتباره حكيم الخليج، حكيم المنطقة العربية، كان له دور كبير، بس بالتأكيد كان بيرتكن إلى دولة جبارة ودولة عظيمة هي المملكة العربية السعودية طبعا. وبيرتكن أيضا إلى فكر مؤسسي، لأن الحكم في السعودية ليس حكم أشخاص أو حكم ملك أو حكم أمراء، وإنما هو حكم مؤسسات حقيقي بالضبط. يعني النقطة الأهم اللي أنا شايفها فيما يتعلق بقطر، أرى إن إحنا أعطينا موضوع قطر يعني أكبر مما يستحقه، أكبر من حجمه، ليس استصغارا لدولة قطر للأمانة، وهي دولة عربية شقيقة. من المؤكد إن التاريخ لن يستقيم في هذه المنطقة إلا بعلاقات مصرية خليجية ومصرية قطرية جيدة. أنا أؤمن بذلك، لا أؤمن بمدرسة الصراع على الإطلاق، لأني أرى إن دي نظرة قصيرة النظر. ولكن إذا كانت دولة من الدول تمول، زي ما سعد سفير قال إن لديه من التحليل ومن الأدلة أنها تمول عمليات إرهابية، لابد من الصدام في هذه الحالة. أنا سعدت بكلمة سعادة السفير معي يعني قبل الحلقة، كان بيقول البداية من الداخل في مصر، وأنا أتمنى أن يكون مركز تفكير وعقل القيادة السياسية في مصر أنه مركزه في الداخل، مش الحديث عن مؤامرات خارجية. عارف تماما وأدرك تماما أن هناك دور لقوة خارجية، وأن كل القوة ربما في الإقليم وفي العالم بتلعب في مصر، لكن الأساس هنا، المشكلة هنا. ليس لا أقصد بذلك انفتاح على جماعة الإخوان، بل أنا أرى أن هذه الجماعة كتبت نهايتها بيدها، والمصريون سوف يحاسبونها مع الأيام، مع الزمن، وحسبها ليس الآن. لا، المصريون ليسوا على استعداد لأن يحاسبونها مع الزمن، فهم على وشك أن يحاسبوها بأيديهم بأنفسهم اليوم قبل الغد، ما لم تتخذ الدولة إجراءات يعني حاسمة معها. أتمنى أن يكون الحساب قريبا وعاجلا، لأن في الحقيقة هم اصطدموا بالوطن، اصطدموا بالدولة، وهم الآن بيعملوا، هم الآن بيعملوا في مشروع مناوئ ومختلف تماما عن مشروع المنطقة العربية، عن مشروع العالم العربي، عن مشروع المصري. عودة لموضوع قطر، أنا أظن أن المشكلة ليست مع قطر، وإنما المشكلة مع حفنة من الإخوان المسلمين ومن شباب الإخوان المسلمين العاملين في قطر والعاملين في قناة الجزيرة تحديدا، واللي بيستخدموا كأيادي للدولة القطرية ضد مصر الآن. وأنا أستشهد بحاجة، يعني منذ يومين أو ثلاثة كان مواطن مصري عادي بيتحدث إلى مذيع في القناة القطرية، فبيكلمه عن أحداث سيناء، قال له تقصد ولاية سيناء؟ المذيع يقول له هذا المذيع لا أظن، لا أظن مطلقا أن أمير قطر الأمير تميم يعني نصح هذا المذيع بأن يتحدث بذلك، ولا أظن أن إدارة القناة نصحته بذلك. لكن هذا السلوك، إنسان مصري يعني أقول عليه مثلا أنه هو مغيب في تفكيره، لديه قصور في التفكير، مش عايز أقول كلمة أكثر من هذا. فهي المشكلة ليست مع قطر بالأساس، المشكلة مع هؤلاء المصريين. بس تسمح لي يعني هكلم حضرتك إعلاميا، يعني لو واحد من المراسلين في البرنامج على سبيل المثال خرج وقال في تقرير ولاية الرقة في سوريا، ما حدش أملاه أنه هو يقول كده، لكن تأكد هياخد مني 30 ثانية عشان أرفضه، ده بالكتير. لو أنا طالما أنا رجل جاد ومؤمن أن هذا الإنسان يتحدث بشكل فيه تزييف، وفيه تزييف إرادة، وفيه هجوم على دولة من الدول، وفيه شيء من انتقاص الأمة العربية، هياخد مني 30 ثانية أو أقل عشان أرفضه. لو كان الأمير تميم أو مدير قناة الجزيرة شايفين أن هذا المذيع يخطئ وغيره من المذيعين كانوا خدوا إجراءات، ولكن هم واضح أن هم ما قالولوش قول، بس ما قالولوش عيب يا واد اتلم. نعم، من المؤكد أن مسار الحديث، مسار هذا المذيع بيتوافق مع مسار الدولة القطرية، مع أحلام القيادة في قطر. لكن أظن أن قطر خطت خطوات في الفترة الأخيرة، إغلاق قناة الجزيرة، التحرر مباشر مصر. نعم، لكن نعم. الجزيرة مباشر مش مصر بقت تحل محلها، يعني لنترك أي فرصة، أي بارقة أمل في المصالحة. أنا أعتقد أن ده مسار مهم، لأن مسار العداء أو مسار القطيعة ربما يعني يضر ببعض مصالح مصر في منطقة، في عموم منطقة احنا الخليج. عموما احنا ضد القطيعة اساسا، وفي الاساس احنا بننادي بان الشعوب بينها وبين بعض جسور وتواصل، وعندنا عدد كبير من المصريين موجود في قطر
هم أهلنا، وهم بيقولوا هناك إن هم مش بيتعرضوا لمضايقات على الأقل كبيرة، ولكن في نفس الوقت بنقول طيب إذا امتدت اليد فامتدت اليد، ما ينفعش يحصل التراجع بهذه السرعة. رأي حضرتك إيه؟ أتفق مع حضرتك تماما في إن إغلاق قناة الجزيرة ومباشر مصر إجراء لا قيمة له. القيمة الوحيدة اللي خرجنا منها بها حاجة واحدة بس، إنه أكد كذب ادعاء الحكومة القطرية بأن هي لا سيطرة لها على قناة الجزيرة. والدليل على ذلك عندما رغبت الحكومة القطرية في أن تأخذ إجراء فوري وسريع اتخذته وقفلت القناة. يبقى إذن ما حدث في موضوع الجزيرة ومباشر مصر، والجزيرة الأم وما زالت شغالة، غيرت من لهجتها لعدة أيام. النقطة الثانية يمكن اللي أثرها سيادة الدكتور موضوع موقف قطر من السعودية، السعودية من قطر. السعودية دائما تتهم قطر بأنها تغرد خارج السرب، وأن هي بتطبق المثل اللي احنا بنقول خالف تعرف، وأن هي دائما صوت نشاز في مجموعة دول الخليج. ولذلك وعلى فكرة نتفق، أنا هقول لحضرتك الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر قطر على أن هي تتوقف عن غياها هذا هي المملكة العربية السعودية، لأن السعودية لو عندها إجراءين لو قامت بيهم تقتل قطر. الإجراء الأولاني قفل المجال الجوي السعودي قدام قطر، وده هيترتب عليه أن جميع الطائرات المتجهة من وإلى الدوحة بس مش من المتوقع ولا من المطلوب يعني أن تحارب المملكة العربية السعودية معركة مصر أتفق. مع قطر إذا أسميناها بمعركة على الأقل معركة سياسية. معركة قطر الآن مش ليست مع مصر وحدها، لابد أن ندرك أن دول الخليج أدركت مما حدث في مصر، واكتشاف الخلية الإخوانية في الإمارات أن الإخوان كانوا يشكلوا خطر مش بس على مصر، وإحنا كنا دائما نحاول نبلغ إخواننا في دول الخليج بهذا، لأن الدعم الرئيسي لجماعة الإخوان في وقت من الأوقات كان يأتي من دول الخليج العربي. ولكن اكتشاف الخلية الإخوانية في الإمارات أنا بعتبره علامة فارقة في موقف دول الخليج من أنهم ده بين لهم قد إيه جماعة الإخوان تغلغلت داخل مجتمعات هذه الدول، وسيطروا على بعض مناحي الحياة شديدة الأهمية زي التعليم والاقتصاد، دخلوا في موضوعات كثيرة جدا بالاقتصاد. وبداء عليه النهاردة قلق دول الخليج من جماعة الإخوان المسلمين مش بس عشان خاطر مصر، إنما عشان استقرار أنظمتهم هم كمان. طبعا احنا بنتكلم على منطقة بالكامل. هذه المنطقة حتى تستقر لابد ان العلاقات تبقى علاقات سوية طبيعية، يعني هناك اتفاق مصالحة تمت بين قطر ومصر حتى ولو كانت بشكل مبدئي، وقعت عليها قطر، مش كده؟ هي مش قطر وقعت على حاجة، ولا الموضوع كان ان الامير تميم حلف ومش في توقيع بيقول انه ملتزم ببعض الامور، مش كده؟ نعم. وكان أمير الكويت هو الوسيط في هذا الأمر. هل من الممكن التراجع عن مثل هذا التوقيع ولا ما فيش توقيع؟ لا، هو في توقيعات مش توقيع واحد بالزبط. يعني قطر وقعت أكثر من مرة مع الملك عبد الله، وللأسف يعني تخلف تخلف ما التزمت به. لكن يعني أنا عايز بس أفرق بين حاجتين، يعني يمكن مدخل لأننا نتفهم شوية الأوضاع، يعني التفرقة بين الوضع السياسي والقيادة السياسية وبين الرسالة الإعلامية لقناة الجزيرة. من ناحية الرسالة السياسية والقيادة القطرية مثل إلى حد كبير مثل القيادة المصرية تماما، ليس هناك أي ملمح عدائي. أنا لا أجد تصريح واحد للأمير تميم أو لوزير خارجي قطر أو لرئيس الوزراء بيتكلم مثلا عن مصر بشكل سلبي، ليس هناك. مش محتاج والله، عنده اللي يقول له، يعني عنده اللي يقول بداله. كذلك بس في مصر كذلك لم تأتي برقية تعزية حتى في شهدائنا، لم يخرج تصريح من الخارجية القطرية مثلما خرج من خارجيات معظم دول العالم. نعم، أنا واثق أنها يعني الأمور تحتاج لفترة، ربما تكون يعني المصالحة ربما تكون قريبة. وفاة الملك عبد الله بالتأكيد يعني هتأخر الأمور شوية، لأن كان مفترض أن يعقد قمة مصرية قطرية في السعودية في الرياض
في 5 يناير الماضي للأسف وفاة الملك عبدالله أدت إلى إنهاء هذا المسار. إلى الآن أعتقد أن قطر بتبحث عن دور، تبحث عن رؤية جديدة لمجال الخارجي. المصالحة اللي تمت معها كانت بمثابة لي عنق القيادة القطرية للأقدام على المصالحة، هي الآن بين منطقة وسط، بين فترة انتقالية، هل تستمر في خط المصالحة؟ هل القيادة الجديدة في المملكة العربية السعودية ستضغط عليها من أجل المصالحة؟ هل الخليج سيتآلف كله خلف الموقف المصري للضغط على قطر لأجل المصالحة؟ أم أنها تستطيع أن تفلت بمشروعها الإقليمي وتتحرك في جبهة مغيرة ومعادية للمنطقة مع تركيا ومع الإخوان المسلمين؟ وأعتقد أن ده هو مركز الخلاف، مركز المشكلة التي القادمة في هذه المنطقة، وهو أني هل يستمر تعود قطر إلى مشروعها الإقليمي المعادي للأنظمة الرهانة، المعادي للوضع العربي الجاري، أم أنها تقدم على المصالحة؟ أعتقد إلى الآن الرؤية غير واضحة، رؤية ضبابية من جانب القيادة القطرية، وعليها فعلا أن تقدم على خطوات في هذا الصدد. رؤيتهم ضبابية؟ لا، رؤيتهم واضحة متهيألي، مش كده؟ يعني هم واضحين وعارفين هم بيقولوا هم إيه بيعملوا إيه، هم عارفين بيعملوا إيه. ولذلك يمكن أنا رأيي هيبدو صادم شوية، إزاي نوقف في المسألة دي؟ قطر لن تتوقف عن غيها إلا إذا أدركت أنها تلعب بالنار، وأن اللعب بالنار يمكن أن يحرق اللاعب نفسه. دعم الإرهاب، دعم الإرهاب، الإرهاب هذا حيوان لا يمكن السيطرة عليه. أيوة، فنعمل وإذا تصورنا نبعد شوية إرهابيين، يعني مش هقول إزاي، يعني أنا بس بقول رأي قبل حضرتك. لا، ما حضرتك بتقول، هتقول لنا كيفية التنفيذ دي هنتركها لأصحاب القرار. انما لا قطر، يعني اصل انا عايز اقول لحضرتك، قطر في 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 لما موقف سابق لما امريكا انتقدت كاسترو في وقت من الاوقات عشان خاطر بيقولوا له الحريات للمساجين وانت بتسجن الناس وانت بتعمل ايه والكلام ده كله، فراح كاسترو فاتح السجون وبعت لهم كل الكوبيين اللي موجودين في السجون، قال لهم اتفضلوا، وكان جزء من الجريمه المنظمه الكبيره اللي كانت موجوده في امريكا. بالظبط. فاحنا والله نعمل ايه؟ اللي نمسكه في سينا بدل ما نسجنه ونبعته قطر؟ يعني حضرتك بتقول ان يحترق اللاعب. هو لابد ان هي تدرك ان دعم الارهاب، ودليل عندنا بس بسيط ما حدث للقذافي. القذافي استمر في دعمه للجماعات الارهابيه في مختلف دول العالم وبدون اي سبب، غير مجرد ان هو كان دائما عنده نفس. وعشان كده انا قلت كان دكتور احمد عكاشه معانا كان مهم جدا، كان بيدعم ارهابيين شياكه كارلوس ومش عارف ايه، مش بيدعم نفس التخيلات ان هو زعيم عظيم لشعب صغير وعايز يبقى له دور اكبر من كده، فكان بيدعم الجيش الجمهوري في ايرلندا، مش عارف حاجات غريبه جدا يعني، وانت ومصيره ايه؟ فانا اذكر حكام قطر بمصير القذافي، استمرار دعم الإرهاب يمكن مش عندك في بلدك إنما يمكن أن يطولك. هي حكمة التاريخ يعني بتقول يعني ما تحدث به سيادة السفير، إن فعلا يعني لا يمكن إن دولة والله تخرج عن إجماع عربي تمارس إلى حد كبير دعم لمنظمات وجماعات إرهابية في المنطقة العربية، دولة تقف ضد وحدة الأوطان، ضد الاستقرار السياسي في الدول، ضد مصالح الشعوب. أنا كنت لسه بدافع عنه من دقيقة. لا أدافع عن قطر، أنا بس أدافع عن تفهم آليات صناعة القرار في الدولة القطرية. أيوة، ده نقطة بقى، تعالى لي بقى هنا حضرتك عشان ده موضوع مهم قوي. دلوقتي يقال، أنا بقول يقال لأنها مش معلومة عندي، وصلحوا لي معلوماتي لو كانت غلط، إن هناك أصلا من القبائل القطرية من يدعم الإخوان، وبالتالي كان أمام الأمير تميم حاجة من الاثنين، يا يزعل هذه القبائل لإرضاء الملك عبد الله رحمه الله، أو إن هو يرضي هذه القبائل ويغضب الملك عبد الله. فمع لي العنق زي ما حضرتك تفضلت وقلت، فضل أن يعني يصالح المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت استخدموا لفظ أنا قلته على الهواء قبل كده، دي مناورة سياسية وليست انبطاح. تأذن لي حضرتك، القبائل اللي موجودة في قطر أصولها كلها بالسعودية، هم فروع
يعني الكوارع على سبيل المثال اللي هم بتشكل يمكن بس امتزج بينهم الاخوان اللي موجودين هناك قبل انشاء دوله قطر 60% من او 70% من سكان قطر قبيله سعوديه، الجزء الاكبر منها بيعيش في المملكه. تمام. انا بضع يعني او احمل مسؤوليه هذا التفكير على مجموعه محيطه بالامير الحرس القديم، الحرس القديم، وعلى راسه وزير الخارجيه السابق ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم بن جبر. طب قول لي يا دكتور، قول لي على موضوع الانبطاح والمناوره. والله انا لما قلت عن اليات صناعه القرار السياسي في قطر لم اقصد بها تاثير قبائل او تاثير وضع داخلي، لاني انا مقتنع في ظل نظام غير ديمقراطي، مش هقول اكثر من هذا، في قطر ما اعتقدش ان الوضع الاجتماعي او الداخل الاجتماعي مؤثر في صناعه القرار. القياده بتتبنى قرارات، بتتخذ قرارات، لكن من يؤثر في عقل القياده؟ هم بقى هؤلاء. نيجي في هذه اللحظه نجد والله اخوان المسلمين في بلد الانقلابات فيها سهله بتحصل، يعني واحد ياخد بعضه ويسافر فيرجع ما يلاقيش الكرسي، او واحد يدخل ينام ما يلاقيش، يعني في حاجات زي دي بتحصل، في توتر موجود في بلد زي قطر، فبالتالي بيوضع في الاعتبار الاسره الحاكمه، الحرس القديم، زعماء القبائل وارضائهم وما الى ذلك، يعني ما فيش شك ان ده موضع اعتبار. انا بقصد لم اقصد ان انكار هذا، وانما داخل المجتمع لا اعتقد ان المجتمع مؤثر طبعًا. لكن جماعات وشبكات النفوذ أيوة. اللي هي بتتحكم في عقل صانع القرار بالتاكيد، واعتقد ان للاخوان لوبيات محدده في الاعلام، في السياسه، في الدين، اختطفت عقل الامير حمد، وهي الان تمارس نفس الاختطاف على عقل الامير تميم. واظن ان في قطر المشكله الرئيسيه للامانه ان ما حصلش فيها تغيير مماثل اللي حصل مثلا في المملكه العربيه السعوديه. يعني الملك سلمان حين تولى الحكم منذ ايام نرى كم التغييرات والقرارات التي اصدرها بتغييرات داخل بنيه الحكم كبيره وجباره، تضع له وتؤسس له شرعيه جديده في المملكه العربيه السعوديه وفي العالم. الامير تميم تولى الحكم على سياره قديمه، خد كل حاجه زي ما هي بالظبط، وهذه هي مشكلته الرئيسيه، واعتقد انها تظل مؤثره ومسيطره على صناعه قراراته لفتره طويله قادمه الى ان يحدث جراحه داخليه في نظام الحكم، لان استمرار الوضع الراهن. يعني في رايك ان الامير تميم يريد هذا التغيير، ولكن عدم يريد هذا التغيير في معاملاته الخارجيه، ولكن لانه لم يستطع تغيير الداخل الدائره المحيطه به، فبالتالي الادوات مش موجوده عنده. يعني هو بعض الناس اللي زاروا الامير تميم، بعض الوزراء تحدثوا بقالوا ان هم دخلوا الى بيت الى القصر الحاكم فوجدوا افواج تخرج، سالوا عن هذه الافواج قالوا انها خارجه من بيت من يعني ديوان او من مكتب الشيخ حمد الموجود ايضا في قصر الحاكم. ما زال مراكز النفوذ القديمه كما هي، ما زالت موجوده معششه في بيت الحكم. هذه مشكله يعني الامير تميم، واللي هتؤثر في قراراته لفتره قادمه. راي حضرتك؟ شوف حضرتك، في اعقاب اطاحه حمد بوالده خليفه اختار ابنه جاسم كولي عهد، ثم تم تعديله. جاسم ده الابن الاكبر للشيخه موزة. الابن الاكبر للامير حمد هو مش ابن موزة. لا، ابن جاسم ابن موزة وتميم ابن موزة، الاثنين اولاد موزة، انما مشعل اللي هو الابن الاكبر للامير حمد. نعم. ده ابنه من زوجته الاولانيه. وجاسم لما جه وانا التقيت بيه وانا في زياره التوديع، كان شخص لطيف جدا، واكد لي ان هو مصر بالنسبه له هي الدنيا كلها، مش جزء من الدنيا. وبعدين فوجئت بعدها الحقيقه مش متذكر التاريخ، بان حصل انقلاب داخلي داخل الأسرة وتم الإطاحة بجاسم وجه تميم، مع أن تميم كان سمعته وهو طالب في المدارس وفي أن هو ملوش في حاجة خالص، وجاسم كان أكثر عقل تعقلا يعني، وأنه فعلا عنده قدرة أكبر على تحمل تولي الحكم. فتصادف أن أنا التقيت بصديق قطري بعد كده، بقول له إيه اللي حصل، هو جاسم مشي ليه؟ قال لأنه كان لا يستطيع أن يخفي مشاعره الإيجابية تجاه مصر، وكان أقرب اثنين دائم موجودين حواليه في أصدقاء ليه مصريين، أو منهم
واحد كان والده بيعمل في القوات الجوية المصرية وطلع معاش وراح هناك، وبعدين وكان معاه في الدوحة كوليدج اللي هي المدرسة اللي كان موجود فيها هو استمر، فتمت الإطاحة بتميم بجاسم عشان كده. طيب فلابد أن ندرك يا أسامة بيه أن قطر محتاجة إلى، مش عايز أقول أرصة ود، إنما هي لابد تكون أرصة ود. لكن كيف نرجو أنها تكون، يعني نقول أن قطر محتاجة إلى إعادة نظر في سياساتها والرجوع على الأقل إلى النقطة اللي كنا توقفنا عندها من أسابيع أو من شهر، يعني يمكن تكون هي دي النقطة اللي مفروض ما تتراجعش عنها قطر، لأن أعتقد أن ده هيبقى من الخطورة جدا عليها في المستقبل القريب ولا البعيد؟ لا أنا أظن المستقبل القريب، يعني إذا استمر التحالف المصري السعودي الإماراتي أعتقد أنا يعني ده أهم شيء، هو لب الـ 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 وهو يعني لب الموقف القادم في هو التحالف المصري السعودي الإماراتي. نعم. لأن ده إذا أقدمت القيادة السعودية الجديدة على خطوات تؤكد هذا التحالف فأعتقد أنها يكون ضمارة كبيرة للمستقبل. الإخوان في قطر ودولة قطر بتلعب الآن للإضرار بهذا المثلث، بتلعب الآن بالإضرار بالعلاقات بين الإمارات والسعودية، وهناك الكثير مما تنشره المواقع الإلكترونية بشكل فج جدا عن أمور متعلقة بخلافات داخل بيوت الحكم بين الإمارات والسعودية. قطر بتلعب على هذا الملف بأحداث خلاف كبير جدا بين النخبة الجديدة التي أتى بها الملك سلمان وبين يعني الحكام في أبو ظبي، وأعتقد أن مهم جدا أن في الفترة القادمة القيادة المصرية والقيادة السعودية والقيادة الإماراتية تبدي مزيد من التماسك حول هذا التحالف المهم جدا لمستقبل المنطقة. إضافة أخيرة. صديق فلسطيني من أيام الجامعة وعايش في مصر اتصل بي جمعة مساء وقال لي جملة أنا الحقيقة هقولها كما قالها لي، قال لي إن ما حدث أمس كان، هو كان مرتب ليه بس مش يوم الخميس، إنما كان رد فعل على موقف مصر في القمة في أديس أبابا من رفض مشاركة قطر في قضية ليبيا. قطر قضية ليبيا. أستاذ أسامة تفتكر في كلمة أخيرة؟ تفضل. يعني أنا أتمنى بعد، يعني للأسف لو إحنا خدنا، إذا جينا لبداية الحلقة، إذا خدنا معدلات حدوث أعمال الإرهاب والعنف في سيناء هنجد الاستراتيجية أصبحت واضحة إن حدث كبير وجبار كل 3 أشهر على الأقل، 4 أحداث أو 5 أحداث كبرى حدثت، وأظن أنهم يعدون الآن الحدث القادم. مهم جدا دراسة تكنيكات جماعات الإرهاب والعنف في سيناء والانتباه إلى الوضع الداخلي في سيناء، لأن التعامل بمنطق إن فقط الوضع الخارجي وعدو من الخارج أعتقد ما أعتقدش أنه بيتم التعامل على هذا الأساس، ولكن لا بيتم لا الوضع في الاعتبار أن هناك أيضا يعني منابع لتمويل الإرهاب وهناك مساعدات تأتي من الخارج، ولكن في المقام الأول عارفين عن وجود جماعات يعني متطرفة داخل شبه جزيرة سيناء وهم اللي بيقوموا بهذه الأعمال، عندهم دعم موجود. لكن النهاردة أنا شايف التحركات اللي على الأرض اللي موجودة في قواتنا المسلحة من إعادة تنظيم البيت من الداخل للتعامل مع سيناء بشكل شامل أكثر وبشكل فيه برضو نوع من أنواع يعني الحرية الحركة أكبر على الأرض هناك، هتحقق نتائج أكبر الفترة اللي جاية إن شاء الله. بشكر ضيوفي الكرام سعادة السفير محمد المنيسي مساعد وزير الخارجية وسفير مصر الأسبق بقطر، شكرا لحضرتك يا فندم. وبشكر الدكتور معتز السلامة رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشكر حضرتك يا فندم. يعني كانت رسائلنا كده برضو عشان إذا كان الرئيس عايز يعرف نبض الناس بتقول إيه، ميلاد مينا بيقول له اغضب يا ربي يا ريس، اغضب غضب أب فقد ابنه وانتقم لمظلمتهم من غير رأفة. وطارق البحيري برضو بعت رسالة لكن دي عن أهل اسكندرية، وأمنية عصام بنطالب الرئيس بقانون الطوارئ،
وأحمد التلاوي نحتاج مواجهة أكثر حزما أمام الإهمال والفساد، وأحمد الألفي اطلب تلاقي 90 مليون فدائي في خدمة تراب هذا الوطن. عاشت قواتنا المسلحة الباسلة. يعني نقلنا كده صورة يمكن تكون أوضح شوية للي بيحصل حوالينا بره. في بداية الحلقة كان معانا سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، نعرف نبض ما يحدث في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمصر. مع ضيفي الكريمين ننظر إلى ما يحدث في الخليج وخاصة من دولة قطر، ولكن أيضا بالنظر إلى العلاقات الخليجية والعلاقات المصرية الخليجية. نحن لا ننفصل عن العالم، ولكن لدينا مشكلتنا الداخلية لازم نتعامل معها بشكل حاسم وحازم وواضح، وفي نفس الوقت وإحنا بنعمل ده لابد أن يكون في دور علينا إحنا كمواطنين مصريين عايزين البلد تتقدم لقدام وتتخلص من الإرهاب، ليس بقوانين الطوارئ ولكن بالجدية وبالعمل، وإننا نبقى عارفين أن الأيام اللي جاية أيام صعبة، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح نحن أمة في حرب، وعندما تكون الأمة في حرب يبقى لازم تتعامل مع الأمور بمنتهى الجدية. إن شاء الله الأسبوع اللي جاي لما ألتقيكم على خير نكون بنسمع أخبار أحسن وأفضل عن كل شبر في مصر وعن كل حاجة تتعلق بمصر وبأشقائنا في كل مكان في المنطقة حوالينا. أشوفكم الأسبوع اللي جاي على خير، وتصبحوا على خير.